مرحبا بك. اليوم باش نحكيو على خصخصة المؤسسات العمومية. تعرف أنه اتحاد الشغل ديما يقول التوفير في المؤسسات العمومية هو خط أحمر، وأنه لا ولن نسمح لأي حكومة التوفير في المؤسسات العمومية. علاش موقف اتحاد الشغل صارم هكا ويعتبر التوفير في المؤسسات العمومية خط أحمر؟ صحيح، المؤسسات العمومية هي خط أحمر باعتبارها تمثل جزء من الأمن الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. المؤسسات العمومية هي جزء من الأمن القومي في البلاد. واليوم باش نوضحوا من خلال مثال استاك أنه رغم تهديد وموقف الصارم تاع اتحاد الشغل ورفضه لخصخصة المؤسسات العمومية، فقد تم خصخصة المؤسسات العمومية بالقانون وبمصادقة مجلس نواب الشعب. وقلت كانوا مش ناخذوا مثال هي شركة ستاك، الشركة التونسية للكهرباء والغاز. الشركة هذه تم إحداثها بمقتضى القانون متاع سنة 1962. هذا القانون نص كونه ستاك تختص في إنتاج الكهرباء والغاز الطبيعي وتوزيعها على كامل تراب الجمهورية. النص هذايا أعطى احتكار إنتاج الكهرباء لشركة وطنية مفتحهاش للقطاع الخاص، وفي هذا اعتراف منه كون هذا القطاع، قطاع إنتاج الكهرباء، هو من القطاعات الاستراتيجية واللي يعني لازمها تبقى تحت الدولة لأنها جزء من الأمن القومي. يعني الشركة هذه قاعدة تنتج في الكهرباء وحدها في السوق، ما عندهاش منافسة، وهذا يفترض كونه طالما ما عندكش منافس في السوق وانت وحدك، يعني يفترض كونه الشركة هذه تكون في بحبوحة، ما تكونش خاسرة. إلا أنه الوضعية اللي تعيشها ستاك اليوم عكس ذلك. قاعدين نشوفه في ستاك قاعدة تغرق، تغرق في الخسائر وتغرق في تراكم الديون. شنو هو اللي صار؟ اللي صار كونه الدولة هي اللي ضربت روح. الدولة حلت اللعب اليوم للقطاع الخاص. قلنا احنا القانون متاع 1962 يعني خلى احتكار الانتاج للستاك. في سنة 1996 يعني في عهد الزين، وسنة فقط بعد إبرام تونس لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي متاع 1995، في سنة 1996 الزين نقح هذا القانون، ونقحه بمقتضى يعني القانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرخ في 1 أبريل 1996. إيش فيه القانون هذايا؟ القانون هذايا أنهى احتكار ستاك لإنتاج الكهرباء وافتح يعني المجال للقطاع الخاص. هوني كنا ننتظروا كونه أول المستفيدين من تنقيح هذا القانون وفتحه للقطاع الخاص باش تكون الشركات الأوروبية وخاصة الشركات الفرنسية. إلا أنه الزين أعقد صفقة مع الأمريكان وافتح المجال لشركة يعني أمريكية اللي يعني أحدثت فرع لها في تونس، وهي كارتاج باور، كارتاج للطاقة، في سنة 1999، وذلك بمقتضى عقد شراكة، أي في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. والشركة هذه كارتاج باور دخلت في حيز الاستغلال في سنة 2002. العقد اللي يربط، عقد الشراكة اللي يربط ستاك بالشركة هذه عجيب غريب. علاش؟ لأنه في العقد هذا تكفلت ستاك بتزويد وبيع الغاز الطبيعي لكارتاج باور بسعر تفاضلي، يعني بسعر أقل من السعر الحقيقي. يعني الغاز الطبيعي سواء أنتجناه احنا وإلا ستاك جابته
هي مطالبة باش تبيعولها بسعر أقل من السعر الحقيقي، يعني هي تبيعولها بالقصارى. في المقابل كارتاج باور باش تنتج الكهرباء من الغاز الطبيعي هذاك اللي شريته من عند استاك وتبيعولنا لينا احنا، يعني في أرضنا وغاز متاعنا، وتبيعولنا هي كهرباء. أما تبيعولنا كيفاش؟ تبيعولنا بالعملة الصعبة وتبيعولنا بسعر العالمي، مش هذاك هو. يعني ستيك تكفلت بشراء كامل إنتاج كارتاج باو حتى ولو ستيك هذاك يفوق حاجياتها. يعني نشوفوا هوني اليوم المعادلة هي غير العادلة. يعني هل يعقل أنه عقد شراكة يتم بالطريقة هذه؟ يعني يعطي امتيازات لشركة أجنبية على حساب شركة وطنية. شو اللي صار؟ اللي صار كونه منذ سنة 2002 واستاج تراكم في الخسائر. يعني الطريقة هذه ما تجم تخلف إلا الخسائر. في المقابل كارتاج باور قاعد تتحقق في الأرباح، مش هذاك هو. الأرباح يتحققها كارتاج باور تحولها إلى الخارج، وهذايا بالقانون كل أرباح تخرج في عقود الأرباح هذيك تقعد لنا ونعاودوا نستثمروها ونعاودوا نضخوها في الاقتصاد الوطني، نخليوها تخرج. وجات الثورة وكنا نعتقد كونه استاج والحكومات اللي جات واستاج باش تسترجع يعني حقها ونوقفوا النزيف هذايا، وجاء الدستور في 2014 وكنا نعتقد كونه الفصل 13 من الدستور اللي ضمن بيه استرجاع الشعب التونسي يعني سيادته على ثرواته الطبيعية باش يكون هو النص المرجعي باش استاك تسترجع الحقوق متاعها كاملة في انتاج الكهرباء، لأنه شيء من هذا ما حصلش. الأخطر من هذا اللي كونه بعد الانتخابات بتاع 2014 وتحديدا مع حكومة الصيد في سنة 2015، الصيد أصدر يعني قانون عدد 12 في سنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015، يتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة أي الشمس والرياح. يعني في 1996 تم تنقيح القانون تاع 1962 وفتحنا الباب لإنتاج الطاقة من الكهرباء، إنتاج الكهرباء من الطاقات غير المتجددة مثل النفط والغاز الطبيعي. وتكبدت الشركة خسائر، زدناها في 2015 حلينا الباب للشركات الأجنبية ونحن لها احتكار بتاع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، يعني الشمس متاعنا والرياح متاعنا. ويعني الحكومات اللي كل مرة تروج للرأي العام أنها ستنقذ يعني استاك، قاعدين تشوفوا كونه بالقوانين قاعد يتم تدمير استاك وتدميرها يعني أقوى من الخصخصة متاعها. مش هذا كهو اللي صار كونه في سنة 2014 كان هناك قرار لدفع المؤسسات العمومية باش تقترض من الخارج بالعملة الصعبة، مش أي عملة صعبة، بالأورو، يعني من الاتحاد الأوروبي. والاتحاد الأوروبي كلف المؤسسات المالية متاعه باش هي باش تمول القروضات هذه للمؤسسات العمومية التونسية وبالتحديد البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية. البنك هذايا يعني أقرض، أعطى قرض لإستاك في سنة 2016 بما قيمته 830 مليون أورو. شوفوا احنا 830 مليون أورو، قلوا هذه أموال يعني كبيرة ولربما سيتم توظيفها لتعزيز يعني الأسس المالية بتاع الستاج وتخليها في بحبوحة وتخلص ديونها وتتطور أمورها وتعطي يعني جودة في الخدمات متاعها. لأنه هي خدت القرض في 2016، لأنه التقارير المالية
متاع ستاك تؤكد أنه من 2015 إلى اليوم ستاك قاعدة تسجل في خسائر وخسائر يعني كبيرة جداً. التقارير المالية لستاك كانت تقول كونه الأعباء المالية لستاك المقصود بها هي فوائد القروض في تفاقم مستمر. في 2015 الأعباء المالية هذه كانت في حدود 150 مليون دينار، يعني قبل ما تاخذ القرض تاع 2016 كانت في حدود 150 مليون دينار. في سنة 2018 الأعباء المالية هذه قفزت من 150 إلى مليار و 543 مليون دينار، يعني فوائد القروض فقط تضاعفت 10 مرات. علاش هذايا؟ لأنه القرض اللي خذيناه احنا بالأورو مخاطر الصرف وانزلاق الدينار خلى كونه الأعباء المالية تتفاقم، وفي عوض نوقف النزيف هذايا لا مواصلين فيه. علاش؟ يوم 9 نوفمبر 2020 مع حكومة المشيشي البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية أعطى قرض وقت آخر لستاك بقيمة 300 مليون أورو لواش لإعادة جدولة ديونها، لواش لتسديد القروض متاحة بالعملة الصعبة، أي لمزيد إغراق استاك في الديون والخسائر. عملية التدبير بقت ماهيش تقف غادي، والسيناريو اللي ينتظر استاك وينتظر المؤسسات العمومية هو أخطر ومفزع. علاش؟ لأنه اتفاقية لاليكا، اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق اللي اليوم الاتحاد الأوروبي قاعد يسعى باش الحكومة المشيشي باش توقع عليه، اتفاقية لاليكا تنص بصريح يعني العبارة كونه هذه الاتفاقية اللي فيها تحرير جميع الخدمات بما في ذلك خدمات يعني الطاقة، أنه هذه الاتفاقية مباشرة بعد إمضائها باش ترفع جميع الاحتكار بتاع الدولة في جميع المجالات، بما المعنى أنه مسألة الاحتكار المونوبول لدى المؤسسات العمومية ستلغى وقتاش؟ 5 سنوات بعد توقيع هذه الاتفاقية بطريقة آلية، بما معنى أنه في عوض يتم هي خصخصة وهي تفويت. أما قبل الخصخصة كانت كونه الدولة تبيع تتخلى عن أصولها وتبيع، اليوم أدهى، اليوم يقول لك المستثمر الأجنبي أنا واش نشري فيها المؤسسة، هي خليها هي تابعة للدولة، أما راني أنا باش ناخذ حق الاستغلال حق التسيير هذاك اللي يجيب لي الفلوس خليها للدولة ما تمش خصخصتها. ولكن في رفع الاحتكار انت كتنحي الاحتكار الدولة في المجال هذاك وتفتح القطاع الخاص والمؤسسة تبركها يعني بالديون، شو باش تخلي المجال للشركات الأجنبية باش تولي تنتج هي، يعني اليوم مش غدوة التونسي باش يولي يشري الكهرباء متاعه اللي تم انتاجه بالشمس متاعه وبالرياح متاعه وبالغاز الطبيعي متاعه باش يولي يشريها بالعملة الصعبة. وداعا ستاك ووداعا مؤسسات العمومية، واليوم نحن في انتظار من يوقف لاليكا وعدم توقيعها، وفي انتظار من يحمي أمننا القومي.